آه رحنا النيابة، بس أنا اتنزلت عشان ما يتمرمطوش هي أخوكي. هو ليه حصل كده أصلاً؟ مامتك دي صعبة قوي. أنا ما كنتش عايز الموضوع يوصل للنيابة، بس هي اللي صممت. معذورة يا حبة عيني، شقتها برضو جاية على عماها بعد سنين غربة طويلة، مش متوقعة إنها تخش شقتها تلاقي ناس غريبة قاعدين فيها. I'm sorry، بس إزاي مامو سامح دخلوا شقتكو؟ بص يا بنتي، أنا وطنطك شادية ناس بساط على الآخر. إحنا أول ما اشترينا الشقة دي ومن ساعتها ما حطناش أشياء جديدة فيها، قصدي يعني ما غيرناش أي حاجة زي ما هي. ده حتى كالون الباب ده ما غيرناهوش إلا النهاردة. يعني الحاجات دي موجودة في الشقة من الأول؟ آه، كل حاجة في الشقة محطوطة بحطة إيدي اللي حطها. يعني أنا بس كنت بنظف وسايبة كل حاجة، ما غيرتش في الشقة ولا حاجة. هو حضرتك عارف هما راحوا فين بعد النيابة؟ لا والله يا بنتي ما أعرفش، بس أكيد الضابط حسام يعرف، هو كان معاهم خطوة بخطوة. آه صح. هو مين الضابط حسام؟ الضابط حسام ده الضابط بتاع الاسم، شاب محترم جدا، هو اللي قدر يقنعنا ويوضح سوء التفاهم اللي كان حاصل بيننا وبين والدتك وخلانا نتنازل عن المحضر، وكمان كلم وكيل النيابة عشان يخرجهم من غير دوشة، كان واقف جنبهم وقفة جدعة جدا، بجد شاب محترم جدا. هما كانوا فين؟ اسم قصر النيل. ايه بتبصي لي ليه؟ انا شبح بس مش رد سجون، عمري ما رحت سام. ايه؟ يلا نروح. اه ماشي، انا ورايا غيرك. شكرا يا عم عمران. ايه شكرا يا استاذ وائل. ايه انت حبيتيه ولا ايه؟ يس، بس كلهم كيوت قوي. شرفتونا وانستونا ونورتونا. بقول لكم ايه، معاكي رقمي. ها ما تترددوش، اي حاجه تعزوها على طول اتصلوا. ها ويا ريت تيجوا يعني تتغدوا معانا في يوم من الايام ولا ايه؟ اه طبعا، او برضه نعمل معاكم الواجب ونشيل سوء التفاهم اللي حصل. I can't thank you enough. ايه ده؟ قصدها تعبنا من اللف. شكرا يا عم عمران، شكرا يا استاذ وائل. انت حبيته ولا ايه؟ اه الناس هنا جدعان وكيوت. باي. شرفتوا، اهلا وسهلا. شرفتونا. شرفتوا. ما شربتوش حاجه ولا العصير ولا صاحب البيت اللي بيفتح؟ صح. خليك ايه كده. ايه مع السلامه. مع السلامه. على مالكم؟ ها ايه انت هنا؟ هو انت ليه ما قلتلهمش ان انت كلمت اللي اسمه سمير ده على الواتساب؟ كسر خبال وجع دماغ بقى. اوجع دماغك انا؟ ايوه اخويا زي ما بقول لك كده. ايه؟ كان بتشرفنا. بتشرفنا؟ والله كنت بشرفكم. اه طلعت بتشطفنا. بتشطفنا يا اخويا.